السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم فيديو جديد حلقة جديدة concernant les offres d'emploi ou bien les offres d'immigration فرص الشغل أو لا فرص الهجرة. فموضوع الحلقة اليوم هو السويد. بزاف ديال الناس كانوا تفاعلوا في لي كومونتير قدام على الفيديوهات القدام ديال سويسرا هضرنا عليها فرنسا. فبزاف ديال الناس طلبوا السويد فدرنا بحث وبحث بعض التحريات ودي ريشيرش باش نجيبوا لكم شركات كبيرة في السويد اللي كيطلبوا لي زيميغون الناس المهاجرين من على برا كيجيبوهم كيوفروا لهم دي كونطرا دو ترافاي كيوفروا لهم اللوازم ديال العمل اللي باغيين يشتغلوا معاهم. الشركات اللي عندهم نقص في يد العامله ومحتاجين الناس من على برا من المغرب ولا من الدول العربيه اون جينيرال. ف قبل ما كنديروا اي حلقه بيان سور تنديروا بحث وتنديروا تحريات تنحاولوا نعرفوا الشركات الكبار اللي كيكونوا في ذاك البلد اللي كيطلبوا المهاجرين وكيوظفوهم. تري بيان، شكون هما الناس اللي يقدروا يدفعوا والناس اللي يقدروا اللي عندهم فرص اكثر باش يندمجوا في هذه الشركات؟ بالنسبه لاول حاجه غادي نهضروا عليها هما الصناعيه او الحريفيه، كيكونوا مطلوبين بزاف، قباص، جليجي، بلومبي، سودور، ميكانيسيان، اي واحد في الصناعه او لا عنده حرفه او لا صنعه يقدر يدفع. انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كل واحد على حساب لي كونديسيون، على حساب شنو يقدر يدفع. حتى الشركات الكبرى اللي كيخدموا في كونطابيليتي، اللي بغا كونطابل، فينانس، اوديت، كونترول دو جيستيون، دي زوتيز داكوي، دي زوت داكوي، الناس اللي بغاو يخدموا في مراكز الاتصال حتى هما في السويد، جميع التخصصات. غادي نخلي لكم جميع التخصصات في صندوق الوصف. اللي عنده شي تخصص يدفع ليه. Il y a gestion d'entreprise, contrôleur de gestion, chauffeur, même des médecins, des ingénieurs. Un poste, un واحد في شي مجال يقدر يدفع. غادي نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف. الانفيرمير اللي هي فرمليه او لا فرملي تا يقدر يدفع. فاش كنديروا بحث على شي دوله كنشوفوا جميع القطاعات باش الفرص تعطى للجميع، ما نشوفوش قطاع واحد، نشوفوا جميع القطاعات. فصندوق الوصف شنو هو؟ هو لو تيتر كتكليكي عليه كيخرج لك روابط لي ليان، ندوك في لاباغ دانفو كتشوف التخصص ديالك. التخصص الاول تريسيان، ميكانيسيان، بلومبير، كونطابل، كونترول اي جيستيون، اوديت، حتى كتلقى كي كنقولوا التخصص ديالك وكتدفع ليه مباشرة، كتدفع وتسنى الجواب ديالهم وتمنى حظ موفق للجميع. تري بيان، قلنا كنخلي لكم في صندوق الوصف او لا تنخلي لكم في الكومونتير، لو برومي كومونتير يكون ايبانغلي هو كيكون طالع كيكون انا مطلعو باش كي لو برومي كومونتير باش كتكليكي على ليغ بلوس اقرا المزيد وكي كتلقى تما لي زانفو نيسيسير على حساب التخصص ديالك فين غادي تدفع. تري بيان. فبالنسبه للموضوع ديال اليوم، الشركات اللي قلبت عليهم ودرت عليهم بحث اللي موجودين في السويد واللي يمكن لكم تندمجوا معاهم ويمكن لكم تدفعوا لهم بيان سور السي في ديالكم، فكاين شركه فولفو اوتوموبيل كيحتاجوا دي كوميرسيو، دي كونطابل، دي زوديتور، اوديتريس، كيطلبوا اون جيستيون دونتربريز، انفان كاع لي بوست اللي هما عندهم علاقه بالاداره، سكرتير، انسي دو سويت. بالنسبه ايكيسون عندهم في لو سيكتور تيليفوني تا هما ميم شوز، فادلفون في لينيرجي، كاينه سوسيتي سكونسكا في لا كونستركسيون في البناء. فهنا فاش كنهضروا على البناء كنهضروا على لي بلومبي، كنهضروا على البنايه، كباصه، جليجيه، نجاره، كاع اللي عنده صنعه يدفع لهاد سكونسكا. انا غادي نخلي لكم رابط بيان سور الصنعه هضرت عليها ونعاود نهضر عليها، جليجيه، كباصه، بلومبي، نجار، اي واحد يدفع لهم. كاينه اس سي ا في الاندستري تا هما يدفعوا لهم، الكترو في الاندستري، كاينه كوب نوردن ديستريبيوشن، كاينه ساندفيك في الاندستري، اش اند ام ديستريبيوشن، بيم انرجي، اطلس كوبكو اندستري،
كاينه ناديه بنك سيكتور بنكي سيكوريتا بالنسبه لي زاجون دو سيكوريتي اللي بغاو يدفعوا سيكوريتا كاينه نود جيمان الهولدينغ هولدينغ صافي عندهم كاع لي دومين اي حاجه بغيتيها الهولدينغ تري بيان دونك اي واحد يدفع على حساب التخصص ديالو كنتي في البناء دفع السي في ديالك في البناء غتقول لي السي في باش غتدفعو دفع اون فرونسي اون انجلي اللي بغيتي شوف شي مول سيبر شو واحد عنده سيبر عطيه 5 دراهم يصاوب لك ان سي في كيف هو ديما تنقول لكم السي في خصو يكون عندك في التليفون ديما بالنسبه للناس اللي كيبوستولي ولا كيقلبوا على خدمه السي في خصو يكون عندك في التليفون فوق ما تبان لك شي اوفر دومبلوا تعمر داك الساعه تصيفط لهم لو سي في تعمر السيمه باردون تعمر السيمه وتصيفط لهم لو سي في ديالك بالنسبه لليتر دو موتيفاسيون تي كتكون مهمه ليتر دو موتيفاسيون تكون عندك اون كوبي ديما عندك في التليفون ولا في البي سي تكون عندك اون كوبي وشنو دير فوق ما تكون شي اوفر كتسول على لو نون ديال داك الشركه اللي انت غتدفع عليهم وكدير ليتر دو موتيفاسيون ديجا كتكون عندك كتبدل غير السميه ديال الشركه كتدفع هي نفس لا ميم ليتر دو موتيفاسيون كتدفع غير الشركه اللي انت غادي تدفع عليها داك الساعات كتبدل غير لو نون ديال لو نون ديال الشركه الجديده باش تدفع على ليتر دو موتيفاسيون واش لا ليتر دو موتيفاسيون مهمه وي بزاف علاش كتعطيك ان بلوس زائد ان بلوس فوالا لا فالور اجوتي باش كتبين لداك الشركه انك مهتم بهم وباغي تخدم معاهم دونك فاش كيصيفط واحد غير لو سي في واحد كيصيفط لو سي في بلوس لا ليتر دو موتيفاسيون هذاك اللي كيكون صيفط لا ليتر دو موتيفاسيون كيكون عنده فرص اكثر كتكون عنده اون شانس دو بلوس بور اتر ريكروتي تري بيان فهذا من جانب من جانب اخر فاش تكون كتعمر السيماره كون بوحدك حاول تاخذ واحد لو كوان تقدر تعمر غير بالتليفون ولا بون تابليت ولا بي سي وتكون بعيد على مولينكس بعيد على الدريسرا بعيد على الطياب بعيد على الكوزينه باش تعمر داكشي بيان كوم لو فو بشوي عليك بهدوء ولا ما عرفتيش شي حاجه شوف شي واحد يعاونك صديق او شخص من العائله ولا شي واحد كتعرفو اللي كيفهم في الانفورماتيك ولا كيفهم في التعمار اللي عمر ليك ماشي ولا بدا يكون كيفهم في الانفورماتيك يكون غير كيعرف يكون عنده لي نوسيون ديال التعمار هادشي اللي كاين اللي عمر ليك او شوف السيبر نيت سير لعند شي واحد في السيبر ولي لوفر وقول له عافاك عمر لي هاد السيماره هادي عطيه 3 دراهم ولا شتي با شهر ولا ما تعطيه والو يقدر يتعاون معاك حنا خصنا نتعاونوا ولا جينا نتعاونوا نديروا يد في يد غنكونوا من حسن الى احسن ان شاء الله فهذا هو علاش كنديروا هاد لي فيديو هادو في اطار المساعده وفي اطار اي واحد جاي يعاون الاخر غادي نكونوا من حسن الى احسن ان شاء الله باذن الله لي زانفو خصهم يتبارطاجاو ما يبقاوش عندك حتى هاد الفيديو هذا بارطاجيو ولا كتعرف شي صنايعي شي جليجي شي صباغ شي واحد كيقلب على خدمه بارطاجيو مع هاد الفيديو هذا يقدر ينفعو الا كنتي انت غير مهتم يقدر يكون واحد اخر مهتم يقدر ينفع هاد الفيديو يدفع ليهم ويجاوبوه ويكون على يديك جاب الله الفرج تكون انت سبب داكوغ كيف تعاون واحد وتصدق له يجيب لك الله اللي يعاونك انت فبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش الفائده تعم الجميع داكوغ شفتوا الناس اللي كيقلبوا على خدمه فنرجعوا بالنسبه للاسئله ديالكم اللي كيكونوا دي فوا في الكومونتير انا يا كذا واش نقدر ندفع انا كذا واش نقدر ندفع اي واحد يدفع عندك ما تخسر علاش دابا الا دفعتي غتخلص شي حاجه ما تخلص والو والله لي غيان بي ما تخلص والو لو سيرفيس اي توتالمون غراتوي بالعكس حنا كنديرو لكم سا بور ايفيتي لي بيرو دي ميغراسيون هادشي عند ان بيرو دي ميغراسيون غيحسب عليك غادي يعمر لك الاستماره ولا تقبلتي غيضربك تنقص 10 د المليون الاستماره عمرها غير راسك من بلا ما تحتاج ان بيرو دي ميغراسيون فالخدمه ديال البيرو دي ميغراسيون كنديروها معاك حنايا دابا غراتويتمون غير في اطار المساعده بيان سور حنا ما عندناش مشكل مع البيرو دي ميغراسيون مي كاين الناس اللي ما عندهمش امكانيات باش يخلصوا اموال طائله فهاد لو سيرفيس لي غراتوي بالنسبه للناس اللي هما في الحاجه ماسه الى العمل او للهجره عبر فهذا كيكون انيشيتيف خديناها اللي هو باش كنقولوا يكون واحد المساعده في اطار المساعده في اطار كل واحد يعاون الاخر على حساب لي كومبيتونس ديال كل واحد ف بالنسبه لكم الاسئله ديالكم الاغلبيه تلقى انا عندي هذه انا عندي هذه انا عندي واش ندفع ندفع سيكوريتي ادفع حتى لي فون دو ميناج غادي تلقى لهم بيان سور التخصص ديالهم غادي تلقاو في الباد انفو في لي تيتغ فون دو ميناج كونطابل اوديتور في لانفيرميري جيستيون دونتربريز
tout ce que vous voulez. Allez, tu la barre d'infos à moi. Bien sûr, le sujet de l'homme est la Suède. Mais c'est pas les mêmes. Mais il y a la Suède. Enfin, une fois qu'il s'assoit, bien sûr, qu'il s'assoit, ça veut dire qu'il y a de motivation. غادي يكون واحد الاتصال غادي يتصلوا بك بيان سور فاش تعمر ديما عمر ديما التليفون تكون كوريكت لادريس ميل تكون كوريكت باش يعيطوا لك شي ماشي ديالك وتمشي لك لوبورتونيتي يكون هذا هو المستقبل ديالك الميل يكون كوريكت بالنسبه للناس اللي كيبوستوليو وكيدفعوا السيفي ديالهم بزاف اصلا خصهم ديما يتفاعلوا مع لو ميل ديالهم كيفاش يتفاعلوا خصك كل مره تدخل لو ميل تشوف الجديد واش شي شركه صيفطت لك كونفوكاسيون واش شي حد اتصل بك على توضيح بالنسبه للو سي في ديالك فماشي تدخل السي في من هنا 6 شهور باردون لو ميل من هنا شهرين وتلقى لوبورتونيتي دازت لا خصك اشاك فوا تدخل وتقلب فهادشي اللي تنديرو حنا غير كان كي كنقولوا كنقربوا لكم الامور فاللي يقدر انه يجتهد اكثر بيان سور يقدر يجتهد اكثر فوالا دونك هذا هو الموضوع ديال الحلقه اليوم بالنسبه قلت لكم فاش كتدفع لو سي في ولو ميل ديالك راه كيتصلوا بك بزاف ديال الناس كانوا اتصلوا بيا ديرنيغمون لقاو الكونتاكت واتصلوا بيا قال لي اتصلوا بهم الناس على قبل كندا وعلى قبل الفيديو ديال الاسبان وعلى قبل الفيديو ديال اللي كنا درنا على سويسرا فهما الان كاين بزاف اللي هما في طور الاجراءات باش يمشيو كنقولوا المهام ديالهم الله يسهل عليهم هذا هو المراد وهذا هو لوبجيكتيف اللي عندنا حنايا اننا في اطار المساعده كنفرحوا فاش كنسمعوا شي حد درنا فيديو ونفعوا داك الفيديو ودفع وعمر الاستماره ودفع له السي في ديالو وتقبل ومشى يخدم على برا فهذا شرف كبير لينا هذا شرف كبير وعزه النفس بيان سور كتكون واحد يكون واحد الفرح لا يوصف فهذا هو المراد هادشي كله فقلت لكم فاش كيتصلوا بك بيان سور الاغلبيه بالنسبه للصناعيه غادي يطلبوا منك غير ليكسبيريونس مينيموم تكون عندك 6 شهور كتيجي يجي تكون عندك واحد 6 موا ديال ليكسبيريونس كنتي كباس مينيموم تكون عندك واحد 6 شهور ديال ليكسبيريونس التجربه بالنهايه تكون عندك مينيموم على الاقل واحد 6 شهور ديال ليكسبيريونس عاد دفع ف غتقول لي كيفاش غادي نبرهن لهم بان عندي ليكسبيريونس كيفاش غتبرهن لهم الا كنتي بالنهايه خدام مع شي مقاول داك المقاول يعطيك واحد الورقه كتبين انك كنتي خدام معاه وعندك ليكسبيريونس معاه فيها الكاشي كيقول لك بحال اتيستاسيون دو ترافاي بان هذا السيد فلان كان خدام معايا في البناء تكون لونتيت ديال الشركه بوندون سي موا ولا ان اون بلوس دفعها ليهم كتبين لهم بان عندك تجربه وما داكشي اللي طالبين كباس بالناي اوديتور كونطابل تو سكو فولي غادي تمشي طير ان شاء الله باذن الله هادشي اللي كاين بالنسبه لي بوست ديال لادمينستراسيون تا هما اغلبيه كيطلبوا 6 شهور ديال ليكسبيريونس مينيموم كسوا في لوديت كسوا في الفينانس كسوا في لا كونطابيليتي كسوا ميم لي زاجون دو سيكوريتي تا هما يدفعوا لا ميم شوز جو كوا لي زاجون دو سيكوريتي راه كيكونوا خدامين مع شركات ديك الشركات راه كيعطيوهم دي زاتيستاسيون دو ترافاي وكيعطيوهم اتيستاسيون كون كوا خدموا دوزو معاهم واحد المده فهاديك لاتيستاسيون فاش كتفاكسي انت لديك الشركه في السويد مع لو سي في ديالك بيان سور راه كيتصلوا بك طير كتمشي طير خص داكشي غير تعمرو مزيان وما تزقيش لي زانفورماسيون نيسيسير ان اي انفورماسيون باردون عمرتيها تكون كوريكت الواحد يحاول ما يكذبش باش ما يكذبش ماشي تبغي تبين انك واعر ويعيطوا ليك وتقول لهم عندي 10 سنين ديال ليكسبيريونس وانت عندك 3 سنين لا داكشي اللي كاين قولوا لان داك الناس راه تيطلعوك يطلعوك فهمتيني ولا لا فلا تقبلتي من بعد راه بيان سور كيصيفطوا لك الكونطرا ديالك كيصيفطوا لك لي بابي ديالك باش تمشي معزز مكرم ما تخلص لا درهم لا جوج داكوغ فهذا هو المراد ديال هادشي كامل ف بيان سور كيفاش كيكونوا الاجراءات اول حاجه كتدفع السي في ولا تخدم موتيفاسيون كتسناو من يتصلوا بك غيطلبوا منك شي وثيقه كتبين ان عندك تجربه كتمشي لعند المقاول ديالك ولا الشركه ديالك فين خدام اولا فين كنتي خدام طلب منهم يعطيوك واحد الورقه بان عندك ليكسبيريونس بان عندك تجربه واحد الورقه فيها 6 موا ولا 7 موا على حساب المده اللي دوزتي هذه التجربه مع داك المقاول ولا داك الشركه ولا داك لونتربريز داك الورقه كتفاكسيها لهم كتبين لهم بان عندك تجربه فهما من بعد كيتصلوا بك كيصيفطوا لك الورقات ديالك وتمشي معزز مكرم فبالنسبه للناس اللي هما صناعيه ما يحتاجوش القرايه نيفو ديتود قباس شغيديرو بقباس قاري باك بلوس 5 قباس كيبغيو غير ليكسبيريونس تكون عنده الصنعه فين يديه بيديه يكون فنان جليجي ما عندهم ما يديروا به قاري باك بلوس 5 يكون هيك عارف يدير الجليج بلومبي ما عندهم ما يديروا به يكون قاري يكون عارف كيفاه في التا بلومبيت
دونك شنو غيحتاج؟ ورقه، ورقه كتبين بانه عنده ليكسبيريونس، اولا مقاول ذاتي ليكسبيريونس خدام عند راسو كتبين بانه عنده تجربه، فغادي يمشي يطير معاهم ان شاء الله باذن الله. اللي هما كيطلبوا القرايه بيان سور باك بلوس 5، باك بلوس 2، باك بلوس 3، هما بالنسبه لي زوديتور، بالنسبه لي كونطابل، لي سكرتير دو ديريكسيون، لي فلاي ار اش، لي اسيستون، لي اسيستونت ار اش، هادو الناس اللي في لا كونطابيليتي، الناس هادو هما اللي كيطلبوهم يكونوا قاريين وعندهم باك بلوس 5 ولا ليسونس انسي دو سويت. اما بالنسبه للناس اللي هما صناعيه وجليجيه ما غاديش يحتاجوا لا لا باردون لا لا لونغ لا القرايه نيفو ديتود، شغي يديروا به حتى لا لونغ ما عندهم لاش، غادي يبغيو هما الصناعه، ما غاديش يبغيو ترجمان ولا واحد اللي هو عنده لا لونغ. فاي واحد صناعي ميكانيسي يدفع، ما تسولنيش على لا لونغ لانهم ما عندهم يديروا بلا لونغ ديالك، هما بغاو الصناعه ديالك ويديك الحافه ديالك. لا ميم شوز بالنسبه اللي هما بالنسبه لاجون دو سيكوريتي، فام دو ميناج، انسي دو سويت، اي واحد يدفع، شوفور وهذا اي واحد يدفع. فكي كيكم لا بار دافو غتلقاو فيها جميع المعلومات اللازمه. فوالا هذا موضوع الحلقه اليوم بالنسبه للسويد، كلشي يدفع، ونتمنى واحد موفق للجميع، ونتمنى كلشي يهاجر ان شاء الله للناس اللي هما مهتمين بالهجره. فخليو لي في الكومونتير الاسئله ديالكم انا نجاوبكم عليها. بالنسبه للموضوع ديال الحلقه الجايه ان شاء الله، شنو هو البلد اللي بغيتوني نديروا عليه بحث، ونديروا بحث على الشركات ديالو، ونخليو لكم لي زوفر ديالو ان شاء الله باذن الله. خليت لكم الراحه الى الحلقه المقبله ان شاء الله باذن الله. تبارك الله عليكم، السلام عليكم، الله يعاونكم.